تعود يا فندم. التاريخ لا ينسى العظماء الذين عاشوا لأوطانهم وحرسوها بدمائهم. الشهيد القائد الفريق الركن ناصر الذيباني، ذلك الرجل الذي عشق الصفوف الأولى للمعركة وأحب خنادق القتال ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية. عاش بين المقاتلين قائدا فدائيا يوجه بفكره، ومقاتلا يرمي بحممه أعداء الجمهورية. انحاز الذيباني للدولة وللشرف العسكري، فعندما داهم الخطر بنيان الجمهورية في العام 2014 كان حاميا من حماتها وقائدا فذا تعطر ببارود المعارك التي طحنت حلول الإمامة ورمتها في مزابل التاريخ. هذا القائد ناصر الذيباني الذي قدم تضحيات من أجل الدفاع عن الثورة وعن الوطن، وكان له مواقف في كل الجبهات وله دور كبير في الدفاع عن الجمهورية وعن الثورة وعن اليمن، وهو يعتبر من أكبر قادات الجيش الوطني. وعلى طريقة الفدائيين سكب دمه مدافعا عن الجمهورية والكرامة في إحدى المعارك مع ميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، بعد أن قاد وذاد وجاد في معارك بعدة جبهات طوال 8 سنوات من الحرب. والأفضل الجديد نعاودكم ونسعى يعني أحوالكم ونكون عليكم. هنا في مأرب فعالية خطابية وفنية أقامتها وزارة الدفاع إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد الفريق الشهيد الذيباني. جميع كلمات القادة ورفقاء السلاح أشادت بسيرته البطولية التي ستبقى تاريخا جمهوريا فريدا تستلهم منه الأجيال، ومفخرة لكل منتسبي الجيش الوطني السائرين على خطاه في قتال ميليشيا إيران لاستعادة الجمهورية. رحم الله الشهيد الفريق الركن ناصر الذيباني، فلقد كان ناصر الذيباني هو الشعاع المضيء في الجيش الوطني وفي الجبهة، ما ترك واديا ولا جبلا ولا مكانا إلا وكان هو السابق إليه. قوافل من الشهداء قدمها الجيش الوطني منذ بدء المعركة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، تتقدمهم قيادات رفيعة حضرت في الميدان وصنعت مجدها الجمهوري من فوهات البنادق. ومع ذلك تبقى رتبة الفريق الذيباني هي أرفع رتبة لقائد عسكري في وزارة الدفاع غادر الوطن في معركة جمهورية خالدة. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب، مأرب.